السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل ان شاء الله النهاردة الوحدة الخامسة، السينيالي دي اوبلجو اللي هي علامات الاجبار او اشارات الاجبار، ودي تالت حاجة قلنا عليها من ضمن اشارات البريسكريسيوني اللي هي الحاجات الاجبارية والنديفيتي والبرشيدنسا والاوبلجو، التلاتة بريسكريسيون. يعني ايه اوبلجاتوري؟ يعني اجبار، اجبار لازم تتبع السينيالي ده، لازم تنفذه. وادي قدامكم المربع الكبير اللي فوق اهو، بيقول لك سينيالي دي بريسكريسيوني اللي هو البرشيدنسا والديفيتو اللي احنا خدناه والأوبلجو اللي احنا هناخده ان شاء الله النهارده. بقول لك سن روتوندا هو عباره عن شكل دائري، كل الأوبلجو بتلاقيه عباره عن دايره كده، دايره لونها ازرق كده. بيقول الكون عنه لاسفوندو بلو، بيقول لك يعني الخلفيه بتاعته بتبقى لونها ازرق. التري لاسفوندو بيانكو، في اشارات تانية او سينيالي تاني الخلفيه بتاعتها بتبقى لونها ابيض. اول سينيالي او اول اشاره معانا بيقول ديريتسيوني اوبليجاتوري دي دريتو، زي ما انتم شايفين العلامه اهي دي، ده علامه الاوبلجو اللي هي الدايره الزرقاء، واجبار ان انت لازم تمشي دريتو، لازم تمشي دريتو. فرقوا بينها وبين المربع يا جماعه اللي هو لونه ازرق وفي سهم واحد زي ده، ما تتلخبطوش ما بينهم. ده الدايره الزرقاء ده اجبار، اتجاه اجبار ان انت لازم تمشي دريتو، يعني لا هتعرفي تروحي شمال ولا هتعرفي تروحي يمين. زي ايه؟ زي الصوره اللي قدامكم كده، ادي علامه السينيالي فوق الازرق اهو في اخر الصوره فوق، اجبار ان انت تمشي دريتو. حتى الاسهم اللي على الارض مبينه لك اهيت ان انت لازم تمشي دريتو، لا هتعرفي تروحي شمال ولا يمين. نقرا بيقول لك سي ديفي دي سي ديفي اندر دريتو، بيقول لك لازم تمشي على طول، تتنيك مواصله السير للامام، ما تروحيش لا شمال ولا يمين. اول ضمانده فيهم بتقول، اكبر لكم كده عشان تبقوا مع السينيالي، بيقول مش شايفه انتوا شايفين الكلام ولا لا، بس يعني عشان تبقوا مرتبين السينيالي مع الكلام. بيقول السينيالي رافجوراتو انديكا، يعني الاوبلجو دي برسجورادريت، واجبار ان انت لازم تتواصل السير للامام، تتنكي ماشي على طول. نون كونسنتيتو لاس فولتاري سينسترا، مش مسموح لي اروح شمال. بوستو مكانه بريما دي اونا انكروتشا، بيقول لك مكانه موجود قبل التقاطع، اوبلجو اجبار دي برسجورادريت، اجبار ان انا لازم امشي على طول. انكروس بندنسا لو بيقولك لو هو عند دي اون انكروتشا، لو موجود عند التقاطع، بيقولك نون كونسنتيتو لاس فولتاري ديسترا او اسينسترا، لا مسموح لي اروح شمال، انا عطف او واحد انا عطف بالعربيه اكثر شمال ولا اكثر يمين. انديكاب يعني لونيكا الوحيد الدريتيون، يعني بيقولك الاتجاه الوحيد كونسنتيتو اللي هو مسموح ان انا اروح فيه اللي هو ايه اللي هو دريتو. اي اونا سينيالي دي بريسكريتيوني، ده من ضمن اشارات الاجبار. اي اونا سينيالي دي دريتسيوني اوبليجاتوري، ده عباره عن سينيالي اتجاه اجباري. اونا سينيالي دي اوبلجو، ده من ضمن اشارات الاوبلجو او الاجبار. نون كونسنتيتو لاس فولتاريس ديسترا، بقولك مش مسموح ان انت تروحي تنعيط في يمين، لا يمين ولا شمال، دايما مالكيش الا دريتو، تمشي دريتو هو الوحيد لونيكا الاتجاه الدريتسيوني اللي هو الاتجاه الوحيد اللي مسموح لك ان انت تمشي في قلب منه، تمشي في اتجاهه يعني. تحت منها السينيال اللي بعده يا جماعه دريتسيوني اوبليجاتوري اسينسترا، اتجاه اجباري ناحيه الشمال اهو، السهم قدامكم اهو، ده ناحيه الشمال اجبار غصب عن العربيه السواق لازم يروح شمال سينسترا، ما ينفعش يمشي دريتو ولا ينفع يروح ناحيه اليمين، لا ملوش الا غير انه يروح شمال. هيلاقي الطريق ده يعني اللي مجابه زي الصوره كده، بصوا معايا في الصوره هنا اهي، ادي اجبار، علامه الاجبار ان انت تروح سينسترا، والاتجاه الطريق اللي لو انت مشيت دريتو كده هتلاقي علامه سينسو فيتات، اتجاه ممنوع اللي هي العلامه الحمراء اللي فيها خط ابيض دي اهي، ماشي احنا خدناها في الديفيتو دي، ده ممنوع ان انت تدخل في الطريق ده، فعشان كده بيقول للعربيه البيضاء دي اجبار ان انت لازم تروح او تنعطف ناحيه الشمال، اتجاه اجباري ناحيه السينسترا. ناخد الصفحه اللي بعدها بقى، الكلام بتاع الضمندات بتاع الاشاره دي بيقول ايه. اول اشاره بيقولك سي ديفي جيرار سينسترا، لازم تروحي ناحيه الشمال. اول ضمانده فيهم بيقولك انديكا الاوبليجاتوري ديز فولتاري سينسترا، اجبار ان انت لازم تنعطفي ناحيه الشمال. نون كونسنتيتو، مش مسموح ديز فولتاري ديسترا، مش مسموح لك تروحي يمين. بوستو مكانه بريما دي اونا انكروتشا، مكانه موجود لو هو قبل تقاطع، اوبليجو اجبار اس فولتاري سينسترا، اجبار ان انا لازم اروح شمال. انكروس بندنسا دي اونا انكروتشا، بقولك لو هو موجود عند التقاطع نون كونسنتيتو دي بريسكويرا ديرتو، ما ينفعش ان انا استمر واوصل السير للامام، ما ينفعش.
انديكا لونيكا ديريتسيوني، بيقولك يعني ان الاتجاه الوحيد، لونيكا الوحيد الاتجاه كونسنتيتو اللي هو مسموح، اللي هو ايه؟ انك تروح شمال. اي اونا سينيالي ده عبارة عن اشارة دي بريسكريتسيوني اللي هي اشارات الاجبار، قلنا الاوبلجو كله باب الاوبلجو من ضمن البريسكريتسيون. اونا سينيالي دي ديريتسيوني اوبلجاتوري، بيقولك ده عبارة عن اتجاه اجباري. اونا سينيالي دي اوبلوجو، ده برضك ده عباره من يعني عند ان سينيالي او اشاره من ضمن باب الاوبلوجو كله اللي احنا بنقراه. انديكا كيسي بويز فولتاري سولتانتو على سينسترا، بيقولك بيعني ان مسموح ان انت تعملي سفولتاري لانعطاف فقط فقط سولتانتو على ايه؟ على الشمال سينسترا. انديكا كي نون كونسنتيتو بريسيجورا دريتو، بيقولك ان مش بيسمح ان انت تمشي على طول دريتو، غير مسموح انك تمشي دريتو. تحت منها السينيال اللي بعد منه يا جماعه، او الاشاره دي اللي هي عكسها بقى، اسفولتاري او ديريتسيوني اوبليجاتوري ديسترا، بقولك انعطاف اتجاه اجباري، ديريتسيوني اوبليجاتوري اتجاه اجباري ناحيه الديسترا اليمين، لازم تروح يمين، لازم تكسر يمين. سي ديفي جيرارا ديسترا، بقولك لازم تروحي ناحيه اليمين زي الصوره كده، بصوا ادي عند التقاطع اهي، والعربيه هنا داري البرشيدنسا موجود، وبقول للعربيه ديت ان انت لازم تروحي ناحيه اليمين، ما ينفعش تمشي دريتو ولا تروحي شمال، لا مالكيش غير انك تروحي ديسترا او ناحيه اليمين فقط. الاسئله بتقول ايه؟ اول ضمانده بتقول انديكا بيعني الاوبلو ديس فولتاري ديسترا، اجبار ان انا لازم انعطف ناحيه اليمين. نون كونسنتيتو دي فولتاري اسينسترا، مش مسموح لي ان انا اروح ناحيه الشمال. ان كورسبندنسا دي اون كوروتشا، بقولك هو لو موجود عند التقاطع اوبلجو اجبار از فولتار ديسترا، اجبار ان انا لازم اروح ناحيه اليمين. بوستو مكانه بريما دي اون كوروتشا، موجود لو هو قبل، موجود مكانه بيبقى موجود قبل التقاطع زي ما انتم شايفين كده قدامكم في الصوره، بيعني نون كونسنتيتو دي بريسيجورا دريتو، مش مسموح لي ان انا امشي على طول. ايه اونا سينيالي دي بريسكريتسيوني، ده من ضمن برضك اشارات الاجبار الاوبلجو كله من ضمن البريسكريتسيون. ايه اونا سينيالي دي اوبلجو، ده من ضمن باب الاوبلجو الاجبار. ايه اونا سينيالي دي دريتسيوني اوبلجاتوري، ده عباره عن اشاره او سينيالي من ضمن اتجاه، ده اتجاه اجباري. انديكا لونيكا دريتسيوني كونسنتيتو، بيعني ان ده الاتجاه الوحيد اللي هو مسموح انك تمشي فيه. تحت منها المجموعة اللي بعدها بتقول انديكا دريتسيوني اوبليجاتوري ديسترا، بيعني ان ده اتجاه اجباري ناحية اليمين. انديكا كي سي بويز فولتاري سولتانتو اديسترا، بيقولك بيعني ان فقط مسموح لك تروحي فقط ناحية اليمين. انديكا كي نون كونسنتيتو بريسيجورا دريتو، بيقولك مش مسموح لك ان انت تمشي على طول. انديكا كي سي ديفي از فولتاري ديسترا، بقولك لازم عليكي، لازم ان انت تروحي ناحية، نعملي الانعطاف ناحية اليمين او ناحية الديسترا. الصفحة اللي بعدها او السينيال اللي بعده في الاوبلجو اللي هي صفحة 90 يا جماعة، نشوف كده السينيالي، ادي السينيالي اهو. بص يا جماعة بيقولك برافيزو، برافيزو يعني اعلام او اخبار، احنا قلنا قبل كده دي ديريتسيوني اوبليجاتوري ديسترا، ان ده اتجاه اجباري ناحية اليمين، اللي هي الصفحة اللي قبلها احنا خدناها، ده اللي هو اجبار ان احنا نروح يمين. قبلها بقى بتبقى موجود ايه؟ موجود البرافيزو اللي هو السينيال اللي قدامكم ده، اللي هو السهم اللي فيه حتة مدورة من تحت ده، انما التاني اللي احنا خدناه في الصفحة اللي قبلها لا، ده اتجاه كده بيبقى مستقيم، ان انت اللي هتروحي شمال، اللي هتروحي يمين، اللي هتروحي دريت، انما ده برافيزو يعني بيعلمك قبلها بمسافة كافية، وبيبقى معاها بانيل انتجراتيف ولوحة تكملية زي ما انتم شايفين جنبها كده، بيقول ان بعد حوالي، بيقول ان بعد حوالي 320 متر هتروحي، او 3 كيلو 8 من 10 متر هتروحي ناحيه، هتلاقي فيه اتجاه اجباري ناحيه اليمين ناحيه الدستره زي ما انتم شايفين، ده اسمه برافيزو او اعلام او اخبار. اكبر لكم الصوره دي كده تشوفوا اهو، بيقول لك برافيزو دي ديريتسيون اوبليجاتوري ديسترا، شايفين البرافيزو الاعلام ده قبلها بمسافه قد ايه؟ التقاطع هناك اهو، وفي العلامه الاوبلوجو السينيال بتاع الاوبلوجو السهم اللي هو ناحيه اليمين اهو، شايفينه اهو موجود في عند التقاطع هناك اهو، شايفينه؟ فالبرافيزو ده قبلها بمسافه، بيبقى موجود قبلها بمكان مسافه كافيه، بيعلمك ويخبرك ان انت لازم تروحي ناحيه اليمين. نقرا الضمانات بتاعته بتقول ايه؟ بيقول اول ضمانه فيهم اونا برافيزو ده عباره عن اعلام دي اوبليجاتوريز فيلتارا ديسترا، ان انا لازم انعطف ناحيه اليمين. برانوتشا بيعني كي نون كونسنتيتو برسيجورا دريتو، بقولك مش مسموح ان انا امشي على طول، اوز فولتاري سينستر، او اروح ناحيه الشمال فقط، اروح يمين بس.
بريتشيدي ونا انكروتشا، بقولك ان هو بيسبق التقاطع، يعني السينيالي ده بيبقى موجود قبل التقاطع كون اوبلجو. في الاجبار التقاطع ده بيكون في الاجبار ديز فولتارا ديسترا، في الاجبار ان انا لازم اروح ناحية اليمين. برانوتشا وننكروتشا يعني ان ده تقاطع. اوفي نون كونسنتيتو، عند التقاطع ده مش مسموح، نون كونسنتيتو يعني ممنوع فيه او مش مسموح بروسيجورا دريتو، مش مسموح لان انا امشي على طول فيه. برانوتشا كي نون كونسنتيتو جيرارا سينسترا، بقولك مش مسموح ان انا انعطف اجرار يعني اكثر او اروح ناحية الشمال. ونا سينيالي دي بريسكريتسيوني من ضمن اشارات الاجبار كلها الاوبلجو. برانوتشا لونيكا ديريتسيوني كونسنتيتو، بقولك الاتجاه الوحيد اللي هو مسموح ان انتي تروحي فيه. ونا سينيالي دي اوبلجو، ده من ضمن باب الاوبلجو كله من ضمن اشارات الاجبار. بوي اسر انتجراتو كون اونا بانيلوبوليك، ممكن يكون معاها لوحة تكميلية زي اللي انا قلت لكم عليها فوق جنب السينيال دي. بيقول بيعني انديكا لا ديستانسا ديلا البونتي، بيوضح لك المسافة اللي هي موجودة او المساحة اللي هي موجودة دي البونتي اللي بتديها عندها البرافيزو ده اللي موجودة عندها الاشارة دي. ان كوي هنا فياجا الاوبلو، لغاية لما توصلي لغاية الاوبلوجو اللي هي علامة الاوبلوجو بقى اللي هي الاجبار اللي موجودة عند التقاطع نفسها. طيب بعدها يا جماعة المجموعة اللي بعد منها بيقول بريتشيدي السينيالي دي، بيقولك السينيالي رافوجراتو الإشارة دي برضك اللي هي البرافيزو دي، بيقولك بريتشيدي بتسبق بتبقى موجودة قبل السينيالي دي ديريتيوني اوبليجاتورا ديسترا، يعني بتبقى دي موجودة قبل الإشارة اللي هي الإجبار اللي هي موجودة ناحية اليمين اللي احنا خدناها في الصفحة اللي قبلها. السينيالي ده البرافيزو ده بريتشيدي يعني بيسبق السينيالي ده، بيسبق التاني اللي هو اسمه دريتسيوني اوبليجاتوري ديسترا اللي احنا خدناه في الصفحه اللي قبل دي. برانوتشا كي نون كونسنتيتو بروسيجورا دريتو، يعني ان انت ما ينفعش تروحي ناحيه تيتانيكي ماشي على طول، عفوا نون كونسنتيتو مش مسموح لك انك تستمري تمشي دريتو يعني تمشي لقدام على طول، ممنوع. برانوتشا كي نون كونسنتيتو زولتاري سينسترا، بيقول ان مش مسموح ان انت تنعطي في ناحيه الشمال. بريما دي بيقولك بوستو مكانه، بريما دي اونا انكروتشو مكان السينيالي او الاشارة دي موجودة قبل التقاطع. اونا سينيالي دي اوبلوجو، ده من ضمن باب الاوبلوجو كله. تحت منها سينيالي اللي هي السينيالات الكومبوستور، سينيال اللي هو كومبوستو يعني اشارة مركبة زي ما انتم شايفين كده. الاتجاه او الدريتيون الاوبلوجاتوري او اللي هو البرافيزو ان انت لازم تروحي ناحية اليمين، اليمين للعربية الاوتو كاري اللي هي موجودة دي، بيقول لها انتي اوتو كار هي اللي فوق 3.5 طن، اجبار ان انتي لازم اتجاه اجباري لازم هتروحي ناحية الدسترا ناحية اليمين الانعطاف بتاعك كده. بيقولك بيو افانتي قدام شوية الفييكول كي ترانسبورتو نومارشا، العربيات اللي هي حاملة بضاعة دي بيزي وبيني كاركو سوبريوري 3.5 طن اللاتي، ان الكتلة بتاعتها بتساوي 3.5 طن سوبريوري عفوا اعلى من 3.5 طن. ديفونا از فولتاري ديسترا، لازم ان هي تنعطف ناحية اليمين، ما ينفعش لا تمشي دريتو ولا ان هي تروح فولتاري سينسترا تروح شمال، اجبار لازم تروح ناحيه اليمين اهي زي الكامينو اللي قدامكم ده والعربيه اللي هي موجوده دي قدامكم كده اهو. العربيه دي بيقول لها لازم لو انت اكتر من 3.5 طن وحامله مرشه لازم بضاعه لازم تروحي تنعطي في ناحيه اليمين، ما ينفعش تستمري في مواصله السير. نشوف ضمانداتها بتقول ايه يا جماعه، اكبر لكم الصوره عشان حتى تشوفوا الكلام بتاعهم. بيقول اول ضمانده بيقول بالسينيال رافوجرات الاشاره دي برانوش اونس فولتاري اوبليجاتوري، بعباره عن ده انعطاف اجباري اديسترا ناحيه اليمين. بير مين عشان مين للاوتوكاري للكاميون دي ماسا سوبريوري 3.5 طن، العربيات اللي هي الحموله بتاعتها اكتر من 3.5 طن. فيتي للاوتوكاري بيقولك ممنوع للكاميون دي ماسة سوبريوري 3.5 طن اللاتي اللي الكتلة بتاعتها اكتر من الرقم ده بروسيجويرا دريت، وممنوع ان هي تنها ماشية لقدام او توصل السير لقدام. برانوتشا اوبلوجو يعني ان ده اجبار ديز فولتاري ديسترا، ان اجبار ان انت هتنعد في يمين. بير الفيكولي للعربيات ريبريزنتاتا نيلا سينيال ستيسو، للعربيات اللي هي موجودة في السينيال نفسه ستيسو يعني اللي هي العربية دي اللي موجودة في الاشارة دي اللي فوق دي، العربية الكاميون الكبير ده للسينيالي ده نفسه ممنوع ان هي تروح ان هي تنيها ماشية ان هي السينيالي ده اجبار ان ده انعطاف بناحية اليمين، للعربيات دي لازم تروح ناحية اليمين اللي هي موجودة في السينيالي ده نفسه، يعني الاشارة دي متركبة او معمولة للنوع العربية دي نفسها.
برانوس شديد دي اونا دي فيتي، بيعني ان ده منع ديز فولتاري سينسترا، ممنوع انها تروح شمال بيرلي لمين للاوتوكاري للكاميون دي ماسا سوبريوري اللي الكتلة بتاعته اعلى من 3.5 طن. برانوتشا اونس فولتاري اوبليجاتوري، بيعني ان ده انعطاف اجباري بير الفيكولو للعربيات رابرزنتاتا الا السينيال استسو، العربيات اللي هي موجوده في الصوره نفسها او في السينيال نفسه اللي هي الكاميون الكبير ده. برانوتشا كي ليل اوتوكاري، بيعني ان الكاميون اللي هو الترا، الترا يعني اعلى من زي سوبريور، اعلى من 3.5 طن ديفينوس فولتاري نيلا الدريتيون، بيقولك لازم ينطعطفوا من ناحيه الاتجاه دي اللافريتشا، اتجاه السهم اللي هو السهم رايح فين، السهم رايح يمين زي ما انتم شايفين كده، فبيقول اجبار عليهم لازم يروحوا ناحيه اليمين تحت منها، هي هياها بس بدل ما الاتجاه ناحيه اليمين هنا الاتجاه ناحيه الشمال. برافيزو او اعلام برضك ان ده ديريتسيوني اوبليجاتوري سينسترا، ده اعلام ان ده اتجاه اجباري ناحيه الشمال، بيعني نقرا الكلام بيقولك بيو افانتي قدام شويه سي دي في انداري سينسترا، لازم تروحي ناحيه الشمال زي كده، مش سهم موجود اهوت يا جماعه، وده البرافيزو قبل التقاطع بمسافه كبيره حسب المسافه اللي هو بيبقى كاتبها بلوحه تكميليه او مفيش، بتعرفي ان ده برافيزو اعلام، لسه السينيال الاوبلجو قدام بعد شويه اهو موجود قدامكم عندكم اهي، اتجاه اجباري ناحيه الشمال برافيزو ديز فولتاري سينسترا، ده البرافيزو، ده الاخبار قبلها او بيعلمك قبلها تنتبهي تلحقي تهدي السرعه، ولازم طبعا تظبطي السرعه بتاع العربيه وتعرفي ان انت لازم تنعطفي ناحيه الشمال. نقرا الضمندات بتاعه السينيالي ده بتقول ايه، اول ضمانده بيقولك برانوتشاكي نون كونسنتيتو بريسيجورا ديريتو، بيقولك بيعني ان مش مسموح ان انت تستمري او تتنيكي ماشي على طول ديريتو، برانوتشا كي نون كونسنتيتو بيعني انك مش مسموح زفولتارا ديسترا انك تروحي يمين، بوستو مكانه بريما دي اونا انكروتشا مكانه موجود قبل التقاطع، بريتشيدي بيسبقه يعني بيقولك بيسبق بريتشيدي السينيالي ده اللي هو الزفولتاري ده بيسبق اونا سينيالي دي دريتيوني اوبليجاتوري دي سينسترا، بيسبق السينيالي اللي هو الاجبار اللي بيبقى موجود ناحيه الشمال، يعني السينيالي ده اللي هو البرافيزو ده بيسبق السينيالي ده اللي هو قدام ده اللي هو اتجاه اجباري ناحيه الشمال، بيبقى سابقه بريتشيدي يعني بيسبق او بيبقى موجود قبل منه يعني. نكمل الضمندات. بعدها اونا سينيالي دي اوبلجو من ضمن باب الاجبار كله الاوبلجو، اونا سينيالي دي بريسكريتيوني من ضمن اشارات الاجبار الاوبلجو، برافيزو اعلام دي اوبليجاتوري ديز فولتاري سينسترا، اعلام ان انا لازم انعطف او اروح ناحيه الشمال، بريتشي دي اون انكروتش بقولك ان هو بيسبق التقاطع بيبقى موجود قبل التقاطع، انكوي هنا عند التقاطع نون كونسنتيتو بريسيجورا ديريتو مش مسموح لي ان انا امشي على طول، او جيرارا اديسترا او مش مسموح لي ان انا اروح ناحيه اليمين، برانوتشا الاوبلوجو ديز فولتاري سينسترا بيعني ان ده انعطاف ان انا هنعطف ناحيه الشمال، قال البوريسومان كروتشا عند التقاطع اللي هو جاي، بيعني بيقولك بريتشادي اونان كروتشا بيقولك ان هو بيسبق التقاطع بيبقى موجود قبل التقاطع، اوفي الاوبليجو التقاطع ده بيبقى فيه الاجبار اوبليجاتوري از فولتاري سينسترا، اجبار ان انا لازم اروح ناحيه الشمال، اونا سينيالي دي برافيزو ده عباره عن اشاره بتاع اعلام دي ديريتسيوني اوبليجاتوري ان ده اتجاه اجباري، برانوتشا لونيكا بيعني ده الوحيد الديريتيوني الاتجاه كونسنتيتو اللي هو مسموح، الاتجاه الوحيد اللي هو مسموح ان انا مفروض امشي وراه اللي هو ناحية الشمال اللي مفروض زي ما هو موجود كده. بعد منها بقيت الضمندات بتاعتها الصفحة بتقول اول ضمندة فوق دي بقيتها بيقول بوي اسر انتجرات وكون بانيلو، بيقولك ممكن يكون معاها لوحة تكميلية انديكا بتعني لا ديستانسا ديلا البونتي، بتعني المسافة اللي هي باقية من النقطة دي انكوي هنا فياجا الاوبلجو لغاية المسافة اللي انت هتوصلي عندها فيها الاجبار اللي هي عند التقاطع نفسها، السينيال بتاع الاوبلج بقى اللي هو دريتيوني اوبلجاتوري سينسترا لغاية لما توصلي لعنده. طيب تحت منها يا جماعة بعد منها السينيال بيقول ايه، دريتيوني اتجاه دريتسيوني اتنين مش واحد، دريتسيوني مش دريتسيوني واحد لا دريتسيوني يعني اتجاهين اتنين كونسنتيتي مسموحين ديسترا وسينسترا سواء شمال او يمين زي السينيال اللي قدامكم كده اهو، يعني اتجاهين اتنين واحد شمال واحد يمين الاتنين دول مسموح لك ان انت تروحي فيهم،
بول سي بوي اند ذير، بيقولك ممكن تروحي دسترة يمين او سينسترا او شمال، ما بس نون دريتو، بس مش هتمشي على طول. ادي الصورة موضحة لكم اهي، الصورة اهي شوفوا، لا هتروحي يمين او هتروحي شمال، وادي الاسترتش اوريزنتال اللي هي موجودة على الارض دي بالعرض، موضحة لكم الخطوط على الاسهم على الارض اهي. وادي السينيالي موجود شمال ويمين عندكم اهو، عندكم داري البرشدنسا وهيقف طبعا، بس بيقول اللي ما ينفعش ان انت تمشي على طول دريتو، حتى بصوا في دريتو موجود سينسو فيتاتو اللي هي العلامه الحمراء اللي فيها خط ابيض اهي، مش مسموح لك تدخلي في الشارع ده ولا في المنطقه دي. نكبر نقرا، بص نقرا بقى اول ضمان ده بيقول بيعني انديكا لا دريتسيوني كونسنتيتو، الاتجاهات اللي هي مسموحه اديسترا اسينسترا في يمين وشمال. اوبلجو اجبارز فولتاري ديسترا، ان اروح يمين او سينستر او شمال الا البوريس مانكروتش عند التقاطع الجاي. انديكا كي نون كونسنتيتو بريسجورا ديريتو لانكروتش، يعني ان انت مش مسموح لك تمشي على طول في التقاطع، تواصل السير على طول للامام يعني. ايه اونا سينيالي دي اوبلجو من ضمن باب الاوبلجو كله. انديكا امبوسيبيليتا بيعني ان مش ممكن، امبوسيبيليتا بوسيبيليتا ممكن، عكسها امبوسيبيليتا يعني مش ممكن، دي بيرسجويرا دريتو مش مسموح لي ان انا اوصل السر للامام. انديكا بيعني لا لونيكي ديروتسيوني، بصوا خدوا بالكم اللونيكا ولونيكي عشان بتلخبط وانتوا بتقروا الضمان ده بسرعه وفي الامتحان، هنا الجمع لونيكي ديروتسيوني بالايه بالايه، خدوا بالكم الحروف دي يا جماعه. بيقولك الاتجاهين الوحيدين كونسنتيتو اللي هم مسموحين. ايه اونا سينيالي دي بريسكريتيوني، ده عباره من ضمن باب الاشارات، عفوا الاشارات بتاعه الاجبار كلها اللي هي قلنا عليها الاوبلجو والبرشيدنسا والديفيتو. اللي بعدها المجموعه اللي بعدها انديكا كي كونسنتيتو زفولتاري ديسترا، بيعني ان مسموح لك تروحي ناحيه اليمين. انديكا كي كونسنتيتو زفولتاري سينسترا، بيعني ان ممكن تروحي هتروحي ناحيه الشمال. نون كونسنتيتو بيعني برسجورا دريتو، بيقولك ان مش مسموح لك تمشي على طول للامام. انديكا كي سي بوي سيتشيلياري، بيقولك ان ممكن تختاري فراغ ما بين لا دو دريتسيوني كونسنتيتي، ما بين الاتجاهين الاثنين اللي هما مسموحين تختاري ما بينهم. سيتشيلياري عايزه تروحي يمين روحي، عايزه تروحي شمال روحي، حسب ما انت الاتجاه اللي انت عايزه تروحي فيه. تحت منها دريتسيوني كونسنتيتو اتجاه مسموح، دريتسيوني كونسنتيتو اتجاهين مسموحين، بيقول لك دريتو هتمشي على طول او ديسترا او ناحيه اليمين زي السهم ما هو موجود قدامكم الرسمه والعلامه هي يا جماعه، لا هتمشي دريتو على طول لا هتروحي ناحيه الديسترا اللي هي ناحيه اليمين. سي ديفي اندار دريتو، بيقول لك لازم هتروحي لا هتروحي تمشي على طول او جيرارا ديسترا، او اني او انك تنعطفي او تكسري ناحيه اليمين. نكبر كده الصورة قدامكم حتى اهي في التقاطع اهي، ممكن العربية تمشي دريتو وممكن العربية تعمل انعطاف ناحية اليمين تكسر يمين براحتها حسب الاتجاه اللي انت عايزة تروحي فيه او توصلي فيه. اول ضمان ده فيهم بتقول السينيال الفجرات الرسمة دي اوبلجو اجبار برسجورا دريتو، انك تمشي على طول للامام او زفولتاري ديسترا اللي او تنعط في عند التقاطع ناحية اليمين. كونسنتيتو بيقولك مسموح لك سولو فقط، مسموح ايه فقط، دي بريسجويرا دريتو انك تمشي للامام او زفولتاري ديسترا او انك تكسري او تنعت في ناحيه اليمين. نون كونسنتيتو مش مسموح لا زفولتاري سينسترا لانكروتش، مش مسموح لك تروحي شمال عند التقاطع لان السينيال زي ما هو موجود قدامكم، لا تمشي على طول لا تروحي يمين، انما سينسترا ناحيه الشمال لا غير مسموح. الصفحه اللي بعدها نكبر كده الكلام، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا عشان تربطوا، بس انا عايزه اجيب لكم السينيالي بحيث تربطوا الضمادات مع الاشاره، فمش عارفه بقى انتوا تكبروا الصوره من عندكم وتشوفوها او تقروا الكلام، او لو معاه طبعا حد معاه كتاب يكون افضل وافضل يقرا من الكتاب معايا. انديكا بيعني امبوسيبليتا، مستحيل دي زولتاري سينسترا، مستحيل او ممنوع ان انت تروحي ناحيه الشمال. انديكا لا اوني بيعني انديكا اونيكا دريتسيوني كونسنتيتو، بقولك الاتجاهات اللي هي مسموح ان انت تروحي فيها اللي هي ايه اللي هي على طول ويمين. ايه اونا سينيالي دي بريسكريتيوني، بيعني ان ده اشاره او سينيالي علامه من ضمن الاجبار. ايه اونا سينيالي دي اوبليجاتوري من ضمن باب الاوبليجو او الاجبار برضك. انديكا بيعني كي نون كونسنتيتو فولتاري سينسترا، بيعني ان مش مسموح لي ان انا انعطف ناحيه الشمال.
انديكا كي كونسنتيتو اسفولتارا ديسترا، بيعني ان مسموح لي ان انا اروح ناحية اليمين. انديكا كي كونسنتيتو مسموح بريسيجويرا دريتو، مسموح لي ان انا امشي للامام وامشي على طول. انديكا كي سي بوي سيتشيلياري، بيقولك ممكن تختاري فرا ما بين لا دو دريتسيوني، ما بين الاتجاهين كونسنتيتي اللي هما مسموحين الاتنين. تحت منها والسينيال اللي بعده دريتسيوني كونسنتيتو دريتو اي سينسترا، عكس اللي فوق بقى الاتجاه برضك دريتو، اللي زي ما انتوا علمت الابلج قدامكم والسينيال اهو، ان انت هتمشي على طول دريتو او هتروحي سينسترا شمال، انما يمين لا، يمين هنا غير مسموح. نقرا بيقول سي ديفي اندار دريتو، بيقولك لازم هتمشي على طول او جيرار سينسترا او هتروحي ناحيه الشمال. كونسنتيتو السينيال ده بيقولك كونسنتيتو سولو، بيقولك مسموح لك فقط دي بيرسجويرا دريتو انك تمشي او تتنيكي ماشيه ناحيه الامام، او فولتاري سينسترا او تنعت في ناحيه الشمال. نون كونسنتيتو مش مسموح لاس فولتاري ديسترا، مش مسموح لي ان انا اروح ناحيه اليمين. قول اوبليجو في اجبار از فولتاري سينسترا، اجبار ان انا لازم انعته في ناحيه الشمال، او برسجويرا دريتو او اوصل السير اتنيني ماشيه للامام. انديكا كي نون سي ديفي از فولتاري ديسترا، بقولك بيعني ان مش مسموح لي ان انا انعته في ناحيه اليمين. اونا سينيالي دي بريسكريتيوني من ضمن باب، من ضمن عفوا من ضمن العلامات اللي هي الاجباريه الاوبليجو كله. سي تروفا بتلاقيه انكي فوري ديلا للشنتر ابيتات، وممكن تلاقيه بره الشنتر بتاع والمناطق اللي فيها سكان. انديكا كي كونسنتيتو، بيعني ان مسموح برسجويرا دريتو، مسموح لي ان انا اواصل السر للامام. انديكا كي كونسنتيتو فولتاري سينسترا، بيعني ان مسموح لي ان انا اروح ناحيه او انعته في ناحيه الشمال. انديكا كي سي بوي، بيقولك ممكن تختاري سيتشيلياري، تختاري فرا ما بين لا دو دريتسيوني كونسنتيتو، ما بين الاتجاهين الاثنين اللي هم مسموح ان انت تروحوا فيهم، اللي هو ايه، اللي هو دريتو او سينسترا او شمال. خدوا بالكم من رسمة السينيال يا جماعة والإشارة والعلامة بتاعته، عشان هم بيلخبطوا شوية للجماعة اللي هم لسه بادئين مذاكرة. السينيال اللي تحت منه ده مش زولتاري، لا ده اسمه بصاري. خدوا يعني كل سينيال كده عرفوا الرسمة بتاعته ايه والحاجات بتاعته ايه والكلمات بتاعته ايه. السهم اللي هو راسه لتحت ده، تحت فخر الصفحه ده، دي السينيال بتاع العلامه، بيقولك بصري يعني بصدجو، انت بتعبري، بتعبري ايه، اوبليجاتوري يعني معبر اجباري اسينسترا ناحيه الشمال، بتعبري او بتمري، هتمري من المنطقه دي، هتمري من ايه، يعني ايه اللي هيبقى ناحيه اليمين كده الناحيه دي وانا هروح شمال زي ما السهم عامل لي، هتلاقي فيه سالفاجينتي رصيف، هتلاقي فيه الايزولو دي ترافيكو، هتلاقي اي حاجز ايا كان حاجه عائق او استاكلو، يعني عائق موجود في المنطقه اللي هي فيها عكس السهم دي، فبيقول لك مري وعبري الناحيه الثانيه ناحيه اتجاه السهم اللي هو موجود ده. بيقول سي ديفي بصاري، بيقول لك لازم تعبري او تمري سينسترا ناحيه الشمال، ديلا الاستاكلو اهو، بيقول لك على 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 الشمال بتاع العائق اهو، يعني العائق هيبقى ناحيه اليمين وانت هتعبريه من ناحيه الشمال من ناحيه السينسترا بسبب العائق ده اللي استاكله، اللي هو عباره على ايه، عن ايه، بيقولك لافوري ان كورسي، عباره عن شغل في الطريق، يبقى في شغل في الطريق ده، او سالفاجينتي اللي هو الرصيف، او الايزولو دي ترافيكو اللي احنا خدناه قبل كده اللي هي جزيره المرور، او اي حاجه موجوده في قلب الرصيف ده موجود. الصفحه اللي بعد منها الضمندات بتاعه البصاري بقى زي ما انتم شايفين، هكبر لكم الصوره كده عشان تشوفوا. ادي يا جماعه اللي هو الرصيف موجودها، والسلفاجينتي اللي موجود او ايا كان الحاجه العائق اللي هو موجود ده، بصوا بيعمل لك علامه البصاري اهو، اجبار ان العربيه دي لازم تعبر العائق او الاستاكلو او الحاجه اللي هي موجوده دي، الحاجز ده، هتروح ناحيه الشمال، انما ده لو مواصله السير عادي، انما لو في علامه الباركج زي ما هو موجود فوق كده بتدخلي في المنطقه دي، انما انت لو ماشيه سير عادي وماشيه في الطريق بتعبري العائق ده او الحاجز اللي هو موجود، بتروحي ناحيه الشمال سينسترا، وده بسبب ان في كانتينير استرادالي او شغل على الطريق، او لافورين كورسي ايا كان، يعني شغل في الطريق وحاطين الاقماع زي ما انتم شايفينها، فبالتالي بيقول لك اعبري الشغل او الحاجه او العائق او اللي استاكله اللي هو موجود على الطريق ده، انك هتروحي ناحيه اتجاه السهم، هتمري وهتعبري بصاري الناحيه الشمال، هتمشي في الناحيه الشمال سينسترا زي ما هو عامل لك كده. نكبر كده ونشوف نقرا الكلام. اول ضمانده فيهم بتقول ايه،
بتقول الاوبلجو اجبار الكونديتشنتي اجبار ان السواق بصاري هيعبر او هيمر اسينسترا دي اونستاكلو، هيعبر على شمال العائق اللي هو موجود. اوبلجو اجبار الكونديتشنتي بصاري اجبار ان السواق بتاع العربيه يعبر او يمر اسينسترا من ناحيه الشمال، هيعبر الشمال ايه دي اونا اذا لدي ترافيكو، يعني هيبقى في جزيره مرور او حاجه كده عائق موجود في وسط الطريق اللي هي الاذا لدي ترافيكو، فانت هتعبريها ايه، هتعبريها من ناحيه الشمال. اوبلجو اجبار الكونديتشنت السواق بصاري يمر اسينسترا من ناحيه الشمال، الشمال ايه دي اونا سالفاجنتي من على شمال الرصيف موجود. اوبلجو الكونديتشنت اجبار السواق ابصاري يمر اسينسترا شمال دي اونا كانتينير استرادا، اللي هو شغل على الطريق زي الصوره اللي هي موجوده فوق دي. اوبلجو الكونديتشنت بصاري سينسترا اجبار السواق هيمر من ناحيه الشمال دي اونا سبارتي ترافيكو، من على شمال السبارتي ترافيكو اللي هي الحاجز اللي بيبقى في النص او بيفصل الطريق او ايا كان الحاجز اللي هو موجود بينظم السير. ففي الحاله ديت انت هتعبري او هتمري من ناحية الشمال من على شمال السبرتي ترافيكو اللي هو موجود ده. انديكا باساجو بيعني ان ده ممر اوبليجاتوري، ممر اجباري اسينسترا ناحية الشمال. بريسكريفي بيفرض عليكي دي نون سوبراري، يعني بقولك مش هتتجاوزي الاستاكلو ادسترا، يعني بقولك بيفرض عليكي ان انت مش هتتجاوزي او هتطلعي فوق الاستاكلو العائق اللي هو موجود ناحية اليمين، لا انت هتروحي سينسترا شمال. انديكا اوبليجاتوري بيعني اجبار دي سوبراري اون كانتينير استرادالي، بيعني ان ده اجبار لازم تتجاوزي العائق اللي هو موجود اللي هو الشغل على الطريق اللي هو كانتينير استرادالي دل البارتي سينسترا. هتتجاوزي العائق ده ايه فين ازاي، على الجنب الهون على البارتي اللي هو الجنب او الجزء سينسترا على الجنب الشمال، هتروحي شمال الكانتينير استرادالي او الشغل على الطريق اللي هو موجود. انديكا اوبليجاتوري بيعني اجبار دي لاشاري الاستاكلو ان لاشاري، يعني هتسيبي الاستاكلو او العائق ده ديسترا، هتسيبي العائق اللي هو موجود على اليمين وتروحي انت شمال سينسترا. باساجي اوبليجاتوري ديسترا ده عكسه بقى، ده ممر اجباري او معبر او ممر انت بتمر فيه اجباري ناحيه الدسترا ناحيه اليمين، زي ما انتم شايفين اتجاه السهم يمين اهوت على الارض، وبرضك تحت منه الصور بتاعته لو في لافورن كورسي او كانتينير استرادالي شغل على الطريق بيبقى موجود كده فيه، فانت بتعبري الكانتينيري او الشغل على الطريق ده ناحيه الدسترا وبتسيب الشغل ده على الشمال سينسترا. وادي برضك بيبقى موجود لو موجود في الايز اللي دي ترافيكو اللي هي جزيره المرور اهي زي ما احنا خدناه باب الاستراده، بتبقى موجوده وانت بتسيبي الايز اللي دي ترافيكو دي ناحيه الشمال وبتمر انت من ناحيه اليمين زي السهم ما هو موجود كده قدامك. بتقول يا ستي سي ديفي بصار يا ديسترا، بقولك لازم تمري من ناحيه اليمين دله الاستاكلو، من على يمين العائق، من على يمين العائق اللي هو موجود، سواء العائق ده كانتينير استرادا لشغل على الطريق او ايزلو دي ترافيكو زي ما هعمل لك في الصور كده. اول ضمانه فيهم للاشاره دي بتقول ايه، اوبلجو الكونديتشنتي باساري ديسترا اجبار السواق لازم يمر من اليمين دي اونا استاكلو، على يمين العائق اللي هو موجود. وبوستو مكانه ام برسنسا دي اونا ايزلو دي ترافيكو، بيقول لك لو هو موجود عند جزيره المرور الصوره اللي احنا شايفينها من شويه، ايزل دي ترافيكو اوبلجو اجبار الكونديتشنتي بصار ديسترا اجبار السواق لازم يمر من ناحيه اليمين. بوستو ان بريسنسا دي اونا سالفاجنتي، بيقولك لو هو مكانه موجود عند الرصيف السالفاجنتي، اوبلجو الكونديتشنتي اجبار السواق بصاري اديسترا لازم يعبر ويمر من ناحيه اليمين. بعدها بيقول بوستو مكانه ان بريسنسا دي اونا كانتينير استرادالي، لو مكانه موجود عند شغل على الطريق، اوبلجو الكونديتشنتي اجبار السواق بصاري ديسترا لازم السواق يمر من ناحيه اليمين. اوبلجو الكونديتشنتي بصاري ديسترا اجبار السواق لازم يمر من ناحيه اليمين دي اونا اسبارتي ترافيكو، من على اليمين عشان موجود ايه اسبارتي ترافيكو اللي هو الحاجز اللي موجود في النص في وسط الطريق بيفصل الطرق عن بعضها. انديكا باساجو بيعني ان ده ممر اوبلجاتوري اجبار ديسترا اجبار من ناحيه اليمين لازم تمر منه. انديكا كي نون كونسنتيتو، بيقولك مش مسموح سوبراري الاستاكلو اسينسترا، مش مسموح لك تتجاوزي العائق اللي هو موجود من ناحية الشمال، لا لازم تدخلي انت يمين.
انديكا اوبليجاتوري دي سوبراري الاستكلوب، يعني ان بيقول لك اجبار لازم تتجاوزي السوبراري الاسبرتي ترافيكو، يعني هتتجاوزي الحاجز اللي هو مفصول بيفصل الطرق عن بعضها في النص ديلا البارتي، هتتجاوزيه في الناحية الهين ديلا البارتي في الجزء اللي هو ديسترا من الناحية اليمين. انديكا اوبلجو دي للشارب، يعني ان في ده اجبار انك تسيبي اونا ايزلو اونا ايزلو سالفاجينتي اسينسترا، انك هتسيبي اللي هي جزيرة المرور او الرصيف ده موجود من على الناحية الشمال، على الشاري هتسيبي السالفاجينتي او الايزولو ده على الناحية الشمال اجبار انك لازم تسيبيهم شمال، وهتروحي انتي حسب اتجاه السهم ناحية اليمين. تحت منها باساجي اتنين بقى اهو، باساجي مش باساجو، اتنين كونسنتيتي مسموحين لاتنين، ممرين اتنين او ممرات مسموحة زي ما انتم شايفين، اتنين اهوت موجودين واحد شمال واحد يمين في نفس السينيال في الاستسا سينيال. بصوا كده الصورة قدامكم اهي يا جماعة، اهي شمال ويمين باساجو ممرين اتنين بتمر منهم سواء شمال او يمين، ادي العربية واحدة رايحة شمال واحدة رايحة يمين زي ما انتم شايفين كده. نقرا الضمانات بتاعته بتقول سيبولك سي بوي بصاري ديسترا، ممكن تمر يمين او سينسترا او شمال ديلا اللي استاكلوها على يمين او شمال العائق اللي هو موجود اللي هو قدامكو ده اللي هو الحرف او الرصيف الموجود قدامكو ده كيتشي بيرترا او دي اونا كانتينير استرادا، او لو بيقولك بسبب ان موجود اي حاجة على الارض في التره، يعني بير التره اي حاجه اي استاكلو موجود على التره اللي هي الارض او دي اونا، او لو موجود شغل على الطريق اللي هو كانتينير استرادال. اول ضمانده فيهم بتقول لك انديكا السينيال ده بيعني كيلا الكونديتشنتي لي لونيكي، خدي بالكوا بقى مش لونكا لا لونيكي الجمع اهو، بيقول لك الاثنين باساجي الاتنين كونسنتيتي الاتجاهين اللي هما مسموحين ان انتي تروحي فيهم. انديكا لا باساجي بيعني ان ده ممرين ممرات او ممرين كونسنتيتي مسموحين، ده ديسترا اسيمسترا يمين وشمال، دي اونا على يمين وشمال ايه اونا اذا اللي دي ترافيكو على يمين وشمال جزيرة المرور زي الصورة اللي قدامكم كده. بعدها بيقول كونسنتيتو الكونديتشنتي بيقولك مسموح للسواق دي بصاري انه يمر سي دا ديسترا كي اسينسترا انه يمر شمال او يمين، دي اونا السالفاجينتي على يمين وشمال الرصيف اللي هو موجود. كونسنتيتو الباساجو بيقولك مسموح المرور اديسترا اسينسترا يمين وشمال، دي اونا كانتينير استرادالي، يعني لو في شغل في الوسط كده اللي هو الكانتينير استرادالي مسموح لك تمر يمين وشمال الشغل اللي هو موجود ده. انديكا كيسي بوي ترانسيتوري بيقولك بيعني ان ممكن تمري اديسترا اسينسترا تمري من ناحية الشمال او اليمين او الشمال على يمين وشمال ايه دي اونا اسبرتي ترافيكو على يمين وشمال الحاجز اللي هو في النص اللي بيفصل الطرق عن بعضها. كونسنتيتو الباساجو بيقولك مسموح لك المرور ده امبودوا اللطي، بيقولك على الجنبين اللطي على الجنبين الاثنين ديلا اللي استاكلوا على الجنبين الاثنين من العائق، يعني مسموح لك تمري من كل الجنبين الاثنين بتوع العائق سواء شمال او يمين تروحي فيهم زي ما انت عايزه.